ومعنا هاتفيا من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. صحيفة لوموند الفرنسية تؤكد الاتهامات لميليشيا يزيدية بقتل عشرات المدنيين بعد خطفهم، ما تعليقك على انتهاكات الميليشيات في العراق؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. يعني أصبح من المعروف يعني لجميع ما ارتكبته ميليشيات الحشد الشعبي من انتهاكات ضد المدنيين. طبعا يعني مع سيطرة تنظيم الدولة على أجزاء واسعة من البلاد، يعني ظهرت هناك الكثير من المجاميع المسلحة وعلى رأسها الحشد الشعبي، وعلى إثرها ظهرت الكثير من عمليات الانتقامية ضد المدنيين، خاصة في هذه المناطق التي وقعت تحت سيطرة الحشد الشعبي. هذه الانتهاكات وايضا وصلت الى حد انتهاك جرائم، ارتكاب جرائم ضد المدنيين، من قتل الى اختطاف الى تغييب الى تهجير قسري، تعذيب، اعتقالات غير مبرره، اعدامات خارج نطاق القانون. يعني الكثير الكثير من الجرائم والانتهاكات بدون اي رادع وبدون ان يتم محاسبه حقيقيه لاي مسؤولين عن هذه الجرائم، بل على العكس يتم تشجيع هذه الميليشيات ويتم تقنينها ويتم يعني اغداقها ب يعني القدسيه وغيرها من المصطلحات التي شجعت هذه الميليشيات على ارتكاب الجرائم افظع وافظع، انتقاما اولا انتقاما من اهالي هذه المناطق. نعم. وايضا بالاضافه الى هذا، الميليشيات تريد ان تحقق سيطرتها على العراق، خاصه وان اغلب هذه الميليشيات هي تدين بالولاء الى ايران، اي انها غير وطنيه الولاء وغير وطنيه العقيده. لذلك هذه يعني الدول الخارجيه شجعت هذه الميليشيات تحقيقا لرغبات هذه الدول واهدافها في العراق. طبعا تم توثيق العديد من هذه الجرائم من قبل العديد من المنظمات وايضا الكثير من الصحافه والقنوات التلفزيونيه والوكالات، ودون ان يكون هناك طبعا اي تحرك للحكومه باتجاه الحد والسيطره على هذه الجرائم. طيب والحد منها نعم. عفوا، بخصوص ملف المخطوفين، شبكتا ABC الأمريكية وأيضا أسوشيت بريس تحدثتا في تقرير لهما عن أكثر من 3000 مفقود في الموصل و 2900 في الأنبار. يعني هناك أكثر من 6000 مفقود أو مخطوف، ما أسباب زيادة أعداد المخطوفين في هذه المناطق؟ نعم، يعني هذا الرقم، يعني انا اتوقع ان يكون هذا الرقم اكثر من الذي تم اعلان عنه لحد الان. وهو يعني 6000 مخطوف، يعني هو ليس اصلا بالعدد القليل. هؤلاء المختطفون يعني يتذكر الجميع ان الميليشيات الحشد الشعبي قامت باصدار قوائم باسماء شخصيات مختلف الاتجاهات، وهذه القوائم تم تسليمها الى القوات الحكوميه، وعلى اثرها قامت القوات الحكوميه وايضا ميليشيات الحشد الشعبي باختطاف يعني هؤلاء المسجلين في هذه القوائم. بالاضافه الى هذا، كانت يعني السيطرات يتم عن طريقها اختطاف المدنيين. الميليشيات الحشد الشعبي يعني لديها اهداف كثيره من يعني تريد ان تنفيذها، يعني عمليه اختطاف هؤلاء المواطنين. يعني اولا هي تصفيه يعني الكثير من الكفاءات ووجوه العشائر الذين ناهضوا اولا العمليه السياسيه من خلال التظاهرات. طيب الحكومه دكتوره فاطمه، الى اي مدى تعتقدين انها سعت في بغداد لحل هذه الازمه وفتح تحقيقات جديه بخصوص هذا الملف من المخطوفين؟ على العكس، لا توجد تحقيقات جديه ولا تقوم الحكومه باي يعني تحركات حقيقيه. كما قلت سابقا، الحكومه هي التي يعني تمد الميليشيات بيد المساعده لها عن طريق
يعني التغطية على جرائمها، وأيضا الادعاء بأنهم لا يوجد أيضا أي مختطفون، وأن الأهالي على العكس كاذبون، وهذا ورد على لسان حيدر العبادي. بدل أن يقوم بمحاسبة أفراد الميليشيات الذين قاموا بمثل هذه الجرائم للحد منها، على العكس من هذا هو يشجعهم، لأنه يريد أيضا بدورها الحكومة العراقية تريد الانتقام من أهالي هذه المناطق كما ذكرنا، لأنهم ناهضوا العملية السياسية وناهضوا ظلم الحكومة ورفضوا. نعم دكتورة فاطمة، ما وقع عليها من ضرب. أشكرك يا شكرا الجزيل من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة مركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.